هلا والله متابعين، اليوم انا وين جايبكم؟ جايبكم على منطقة الماس، هاي شادين الماس. اليوم حبيت افطر ينباتة المصلى بمحافظة كركوك، هي الاشهر بمحافظة كركوك. تعالوا سوا خلينا نفطر انا وياكم ينباتة المصلى. بس قبل ما نبدي اتمنى من عندكم تكتبوا لي شنو فطوركم اليوم فطرتوا، وانتظر تعليقاتكم. تعالوا وياي خلينا نفطر. واحلى شغله هي باكه المصلى عندهم، مو بس هنا قاعده يعني داخل الصاله، عندهم حتى السفري. يعني اذا تريد سفري بهالطريقه يجيك ويوصلك الباب بيتك السفري، واذا ردت نوع هاي الجذريه سفري هم توصلك الباب بيتك. وعندهم مكانات هنا مخصصه للشباب، وعندهم مكانات مخصصه للعوائل. تعالوا خليني اشوفكم الصاله اللي هنا والصاله اللي هي خاصه بالعوائل. تعالوا وياي. هاي الصاله اللي هنا هي هاي خاصه بالشباب. تعالوا خلينا نروح نشوف صالات العوائل. تعالوا. وهاي هي الصاله اللي خاصه بالعوائل، واحلى شيء بيهم نرجع ونقول هم عندهم خدمه توصيل بكل محافظه كركوك. يعني اذا ما حاب تجي انت واصدقائك او انت وعائلتك، هم يوصلوا لك الباب بيتك. تعالوا خلينا نفطر وانطيكم الرقم مالتهم وانطيكم العنوان بعد ما نفطر. تعالوا وياي. اذن. اللهم يا رب لك صمت وعلى رزقك افطرت وعلى صيامي قد نويت ان شاء الله. بسم الله. الشوربه كلش مهمه برمضان. بسم الله. اللبن عنصر اساسي هو بالفطور. بسم الله. اليوم الفطور باكه يا عيني، كلش انا احب الباكه، وخاصه اذا فطور، وخاصه اذا ينباكه المصلى. تلزم الفتش بهالطريقه، تاخذ من عند اللحم، ويلي، تحط وياه خبز شويه، نقول بسم الله. صدق سؤال، انت شنو تحب الباكه؟ انا احب الباكه كليته، وخاصه الكراع. بسم الله. بدي تشوفه شلون لقوم، تجيب من هالبومبار المرتب. عنوان مطعم باكه المصلى ابد ما يتيهوا، انصحكم تجربونها اذا تجون يمهم او تطلبون من عندهم سفري. العنوان مالتهم محافظه كركوك، منطقه الماس، سايدين الماس. الرقم مالتهم 0770077032. انصحكم تجربونها.